الله معكم. طرخة من أهالي بلدة رباش. نحن هالشي اللي عم بيصير اليوم صار بالسابق وحضرناه من سنة 69 لما صار اتفاق القاهرة والدولة تخلت عن المنطقة هون وسلمتها لفتح لاند. واليوم كمان اتكررت كمان سنة 76 لما فرط الجيش وكمان الدولة تخلت وسحبت كل مراكزها من المنطقة. اليوم أول شيء سحبوا الجيش اللبناني اللي كان عنا بالبلدة وحوالينا 3-4 مراكز وكنا مرتاحين إنه الجيش عم يحمينا. هلأ كمان طالبين إنه يسحبوا مغفر الدرك. الجيش أوكي بدافع عن الحدود ولكن مغفر الدرك بيهتم بالأمن الداخلي. إذا مغفر الدرك راح والدرك راحوا من البلدة مين بده يحل لنا مشاكلنا إذا صارت؟ مين بده يهتم فينا؟ يا ترى الدولة عم تتخلى عننا مثل تخلت بالسابق وبعدين إجا الاحتلال واستلمنا 25 سنة وبعد منا بعد ما سحب الاحتلال وبعد ما حرروا الأرض صاروا يسمونا عملاء. بكون ترجعوا تعملونا عملاء من أول وجديد. هذا الشيء نحن نرفضه ومن منقبل إلا نكون لبنانية والدولة اللبنانية هي تكون المسؤولة عننا. غير هيك نحن ما منقبل. وأهالي البلدي مش راح يسمحوا أبدا إنه ينقل مغفر رماش من هون. مغفر رماش بده يبقى ثابت لو مهما كلف الأمر.